عسلامة مسيو. عسلامة. قد منا روحك؟ مواطن تونسي. المستوى التعليمي مستوى تعليم عالي. ثلاثيام سيكل من جامعة باريس نانتير بالسبعينات. مرحبا. موظف سامي في وزارة المالية بالعهد البائد تاع المخلوع. بالظلم والواحد، لكن القضية الأساسية حاليا هي قضية حوكمة غير رشيدة، انتهاك للحريات، ويلزم المجتمع المدني منظمة حقوق الإنسان باش نحافظوا على حرية التعبير، ما نولوش كيما بلدان عربية أخرى ما نجموش ننقدوا. والحل مش في شخص واحد، لا جعفر البرمكي لا حد شيء. توا الثورة اللي جاية بالدفاع عن الحرية والكرامة، وقت نقولوا الحرية عندها دور، يمشوا مع بعضهم باش التونسي يعيش دفع المقدرة الشرائية نتاعو المدهورة. هم يقولوا 9%، أنا نقول لك أكثر من 20% غلاء معيشة. واش يكثر عاد الإجرام؟ ونلاحظ في المجتمع التونسي ولا عنده إحباط، صغار وكبار تحب تهز، والمآسي اللي قاعدين نسمعوا فيهم. ولذا لازم وخاصة الشباب اللي عكس ما نتصوروا، راهو هو اللي جاب الثورة وشارك بالإنترنت وعرف كيفاش يخدم الإنترنت في 2010. ولذا يلزم الدفاع مستميت على حرية التعبير والانتخابات الحرة والنزيهة، مش كيما تو مهزلة انتخابات مبنية على دستور ما مشالوش أقل من 25%، معناها 7 ملايين ما انتخبوش. لأني متابعة نجم نقول لك بكل تواضع جيد للوضع الاقتصادي والاجتماعي اللي هو والسياسي اللي هو مع الأسف سلبي جدا وماشي، اذا كان ما نحسنوهوش مش نمشوا للكارثه. دونك شنو هو الحل باش نحسنوا منه الوضع الاجتماعي والاقتصادي؟ الدفاع المستميت على حريه التعبير، انتخابات حره ونزيهه، والاحزاب لازم يرجع الدور نتاعها، ومنظمه حقوق الانسان عندها حق باش تتكلم، منظمه عتيد ومراقبون وكل هالمنظمات هذيا عندها حق باش تبدي راي، باش نخرجوا من العتامه. شباب قاعد ما عادش يامن، عطاو نظره. السياسي راهو يخدم المجموعه الوطنيه، السياسيين اللي حكموا بعد جانفي 2010 عطاو نظره سلبيه للمواطن التونسي. وما نحبش وهذا ما اخطر ما فما في الكلام هذا اللي نقول فيه، لا اريد ان اكون من الرعيه، انا مواطن لي حقوقي ولي واجباتي، والدفاع على الحقوق والواجبات والدفاع مستميت على الوطن. مش بلدان اللي البلدان المتقدمه علينا في الغرب، الرئيس يشد 4 سنين ديفيدي كيف انتخابات على برنامج اقتصادي واجتماعي وثقافي، نحن قاعدين نوخروا مع الاسف مع الاسف مع الاسف. ولذا انا ما لا اريد ان اكون متشائما ولا اريد ان اكون متفائلا. انا كما قال امير حبيبي الكاتب الفلسطيني رحمه الله يقول انا متشائل. في كلمة متشائل معناها راهو زاد يلزم نناضلوا باش نتكلموا بحرية. وذاك علاش رانا نحن تو فما بلدان في العالم العربي ما ينجموش يتكلموا، لا فائدة في ذكر حتى من البلدان الغنية، راهو قطر هذيك ما ينظروش بها، وسوريا مساكن الشقاسية والعراق الشقاسي والكل ولبنان وغيره. المواطن اليوم ماهوش فاهم الوضع السياسي، ماهوش مفهومة، معناها ماهوش واضح قدامه، صحيح ولا لا؟ ما نعملش حكم اعتباطي. فما المواطن مع الاسف يعني الوضعيه نتاعو مش مفهومه. ندخل في حوار واحد، كلمه الشعب يريد، الشعب راهو اشخاص وطبقات، فما اللي واعي فما اللي مش واعي. اخزر انت توا اكثر الناس علاش نحكوا، انا بيدي عظمك انت، انا واعي سياسيا واقتصاديا كل، لكن نحب الكوره زاد وقت اللي يرفض العلم نحب تونس تربح ونعقل. ولذا عندنا راهو بالعالم العربي كبار المفكرين قالوها في القرن 18 قبل ما جاء الاستعمار، قالوا رانا عندنا ازمه عقل،
العقلنة، لا لوجيك، لو كارتيزيانيزم. فما حاجات موضوعية، حرب أوكرانيا كان عندها تأثير على المواد اللي نجيبوا فيها، الدينار طايح، نقول فما أشياء ليكزيكوتيف السلطة التنفيذية هي سبب به. باش الدينار تاعنا يهبط، لي جرونز انديكاتور ماكرو ايكونومي سونتو روج، راهم في الأحمر. ديفيزيت الميزان التجاري 25,000 مليار في آخر السنة سلبي. ميزانية الدولة قرابة 13,000 مليار سلبي. تضخم مالي مستعرف به 10%، ما عندي أنا 20%، الكل يتعكس على خاطر فما نظريتين في قيمة الصرف. لا باريتي دو بوفوار داشا، لا باريتي دو تو دانجي، هكا قريناها. ولذا فما عوامل موضوعية، نحن نعيش في ضبابية. أريد أن أقول لرئيس الدولة وبودن، أولا اتلهاو بالاقتصاد، المناخ الاقتصادي في تونس، مناخ الاستثمار ما يبشرش بخير. راك علاش تشوف الشباب قبل قال لك تحكي لي سياسة، قال لك نخمم على الهجرة، وعنده نظرة غالطة على البلدان الغربية تعيش في أزمة اقتصادية. فرنسا عندها بطالة 7.3، انجلترا. شنو تحب تقول للشباب اليوم؟ توضح له الفكرة نتاعو، صحح له فكرته الغالطة. الوعي، استعمل التقنيات الحديثة نتاع التكنولوجيا، الانترنت، لمعرفة الأشياء الإيجابية وخاصة تاريخك والعلم والعلوم. الوعي والانضمام، حتى ابدأ الانضمام، حتى كما نقولش الأحزاب السياسية، انضمام المنظمات المجتمع المدني، منظمة حقوق الإنسان، منظمة ضد التعذيب، منظمة حرية التعبير، منظمة تصمدون، أنا يقظ، ادخل فيهم باش تشعر بروحك مواطن حر ماكش من الرعية. نرجع للكلمة هذيك. والسلام. عايشك، نخلي لك كلمة الختام. ايش نقولوا نحن على زلنا شهر على 2023، نتمنوا اللي نشوفوا بصيص من التغييرات الإيجابية والخروج من التغيير الأشياء السلبية. كما موضوع هناك تحديين في العالم، إن لم نعي بهم فنحن خاطئون. التحدي الأول هو التحدي البيئي، الريشيفمون كليماتيك. نحن 3% بركة من الطاقات المتجددة، مانيش قاعدين نعمل حتى شيء. والتحدي الثاني هو التحدي الرقمي، الرقمنة، النوميريك، معناها العلم والمعرفة. باش ما نخلوش، وقت اللي انا سامحني، وقت اللي نشوف 20% من المجتمع التونسي امي، قلبي وجعني. نشوف 4000 دكتور في كافة الاختصاصات بطالة، قلبي وجعني. ونشوف الاجرام يكثر، قلبي وجعني. ونشوف السرقة الكبيرة والرشوة والكل ما زالت ما يتعاقبوش، قلبي يزيد وجعني اكثر. يعطيك الصحة. بارك الله فيك.